إن التحديات التي تواجه أمننا القومي العربي هي ولا شك تحديات انقسام، نجحتم في تشخيص أسبابها والوقوف على التدابير اللازمة لمجابهتها، وهو الأمر الذي سنعمل مجتمعين على استمرار بحثه وتطوير الأساليب والآليات الجماعية اللازمة لصيانة أمننا القومي العربي. استناداً إلى إعلان شرم الشيخ لصيانة الأمن القومي الصادر من مجلسكم المؤقت، حفاظاً على أمننا وتحقيقاً لتطلعات شعوبها نحو غد أفضل، يصون أمجاد الماضي وآمال الحاضر ويسوغ لها موقعاً فاعلاً في مستقبل الحضارة الإنسانية. وفي سبيل ذلك وارتقاءً إلى مستوى المسؤولية التي تفرضها التحديات الجسيمة التي تواجه أمننا أمتنا العربية وتهدد مقدراتها، فقد قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية على أن يتم تشكيل فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء القوة العربية المشتركة وتشكيلها. ونتعهد في ختام أعمال مجلسنا على استمرار العمل والتواصل والتنسيق خدمة لقضايانا العربية المشتركة وإعلاء لمصالحها وتعزيزا لتضامنها في شفافية وجد وإخلاص.